ينطلق اليوم معرض الكتاب الإسلامي بدورته الجديدة 45 والذي تنظمه جمعية الإصلاح الاجتماعي تحت شعار القراءة حياة. الحمد لله، يعني حرصنا أن يكون هذا المعرض هو انعكاس لكويتنا الجميلة في مسألة العناية بالثقافة. بالنسبة للمشاركات الخارجية، الحمد لله هذا العام عندنا مشاركات نوعية، جهات لأول مرة تشارك. وأبشركم يعني هذا المعرض تقريبا يعني إحصائيا خلينا نقول من مجموع المشاركين 80 جهة ومكتبة ودار، تقريبا يكاد يكون أكثر من 70% منهم يشارك لأول مرة معنا. الحمد لله حرصنا هذا العام أن ننتقي من يشارك معنا ليقدم منتج متميز للمعرض. 49 دار نشر تشارك في المعرض، من ضمنها 19 من دولة الكويت و30 من خارجها، بالإضافة إلى مشاركة 12 جهة حكومية، حيث سيتم عرض 7301 عنوان. هذا التنظيم المبارك، ونحن كدار المرقات نسعى دائما لنشر العلم والمعرفة خصوصا في المجالات الدينية، وبالإضافة إلى ذلك كتب المناهج للمعاهد الشرعية والعلوم الإسلامية في شتى، مو بس محليا وحتى في الأقطار العربية. اشتراكنا في معرض الكويت طبعا من أفضل المعارض ما شاء الله تبارك الرحمن. الهدف منه ان احنا يعني نوصل صوتنا ونوصل المبتكرات حقتنا الى اقصى مدى في دول العالم الخليجيه وخارج الخليج. دي اول مشاركه لنا في معرض الكتاب الاسلامي. احنا اغلب الوسائل عندنا وسائل تعليميه الاتجاه اسلامي تعليمي، يعني مثلا عندنا مسابقات سيره الرسول، دي لعبه تعليميه بتعلم سيره النبي صلى الله عليه وسلم، طريق المسلم بتعلم اركان الايمان واركان الاسلام والاداب والاذكار. في منتج تاني عن الفتوحات والمعارك الاسلاميه، حاجات عن تعليم الصلاه، عن رمضان، عن اركان الايمان واركان الاسلام، تعليميه عموما للاطفال من اول 6 شهور لحد 12 سنه. هذا المعرض 45 احنا نشارك في هذا المعرض عده مرات، ونشارك بمنتجات تركيه خاصه من ثقافه وادب التركي، ايضا من العالم المشهور بديع الزمان سعيد النورسي المؤسس الصحف الاسلاميه في تركيا، الذي ترجمت كتبه الى اكثر من 70 لغه، والمسمى بتفسير رسائل النور، وهي الحمد لله لها إقبال شديد في عالم العربي وخاصة في الدولة الشقيقة الكويت، ونحن نعتبر نحن هنا في بيتنا. بارك الله فيكم. المعرض يهدف إلى ترسيخ مبادئ أساسية للاهتمام بالثقافة الإسلامية في وقت بات المعرض عنوانا للكتاب العربي الإسلامي وثمر التعاون بين مؤسسات الدولة وجمعيات النفع العام. نواف شراكي، تلفزيون دولة الكويت.